التغذية، وإن إحنا دايما بنتكلم على رفع المناعة إنه بيبتدي من الأكل قبل أي حاجة تانية. والحمد لله يعني الناس اللي هي مثلا موجودة في البيت وقلقانة عايزة ترفع المناعة، عايزة تاخد فيتامين سي، فتبتدي إنها تدخل العناصر الغذائية المهمة جدا في أكلها كل يوم وتتأكد إنها موجودة في الأكل. وعلشان كده إحنا معانا دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية للحساسية والمناعة. أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا مشاهدين. يعني عايزين زي ما كنا بنتكلم على موضوع انه ممكن يكون الفيتامينات ناقصة او حاجة في السوق، ف يعني ان احنا نعلي المناعة بتاعتنا كل يوم بنأكد على ده، واكيد اتكلمنا كتير لكن برضو نأكد من حضرتك. يعني هو بس لازم الناس تعرف ان طوق النجاة من هذا الفيروس هو المناعة والتباعد الاجتماعي. الاثنين سهلين جدا، ان احنا نبعد عن الناس على قدر الامكان لما نكون قاعدين في مكان مزدحم او في الاسواق، والحاجه الثانيه في بيوتنا بقى نستغل الحظر ده ان احنا مش نزود وزننا، لا نزود العناصر الغذائيه اللي بترفع المناعه. مش هنقول انها مثلا بتقتل الفيروس كورونا كوفيد 19 او انها بتمنعه، ولكن هي بترفع المناعه، فبترفع المناعه يوم ما الفيروس يحب يجي عندي، يوم يشاور عقله ما يقدرش عليا، ويوم ما يدخل في جسمي ما يعملليش مضاعفات، وبالتالي انا انضم لل 85% من اللي هم بينجونا من الفيروس من غير ما الدكاتره او المستشفيات يعرفوه ومن غير محتاج اي علاج. طلع ان في فيتامين اسمه فيتامين سي، وفيتامين سي فوائده كثيره جدا وعديده جدا، من ضمنها ان هو مضاد الاكسده. يعني ايه مضاد الاكسده؟ يعني انا عايش في عالم ملوث، بشم حاجات وباكل حاجات وبشرب حاجات طول السنه، صحيح. الملوثات دي تدخل جسمي تعمل لي ما يسمى الشوارد الحره، اضافه للتفاعلات الكيميائيه داخل جسدي، يبقى انا عندي زي حاجه زي الشراره بتشوفيها عند الراجل اللي بيلحم اللحام، في شراره كده بتطلع جوه الانسجه بتاعتي، لو سبتها دي بتدخل لي في الامراض المزمنه. يعني معنى كده كل اللي عندهم امراض العصر المزمنه، ارتفاع ضغط الدم والسكر والسرطان ونقص المناعه والحساسيات، كل دول عندهم ما يسمى الشوارد الحره اعلى من مرطبات الاكسده، وما فيهم التدخين. اللي بيدخن ايضا بيزودها. طلع بقى ان فيتامين سي مضاد للاكسده ومن قوي جدا، يعني يقلل الشوارد الحره ويعلي مضاد الاكسده، وبالتالي انا اتغلب على اي تلوث او اي يكون اي شيء حتى السم اخده. طلع كمان ان فيتامين سي اهم جدا للمناعه المخاطيه، يعني اللي بتبدا من الانف على جوه والجهاز التنفسي، اضافه ان هو بيرفع المناعه، حتى التسمم بالرصاص بيقلل من جوه داخل جسدي. وطلع ان هو مهم للكولاجين. الستات والفنانات عارفين الكولاجين هو رمز الجمال، لا احنا عندنا في المناعه الكولاجين هو رمز تماسك الانسجه، لان كل خليه بتمسك الخليه عن طريق حاجه اسمها الكولاجين، زي الاسمنت او الصمغ الغروي. الاسمنت الطبيعي ده هو الكولاجين. فيتامين سي هام جدا لتكوين الكولاجين. وطلع كمان اما بندخن سواء سلبا او حد يكون انا بدخن، ده بيكسر الكولاجين عشان بيكسر فيتامين سي، وبالتالي نقص فيتامين سي بيخلي الكولاجين يبقى اقل. عشان كده الناس اللي كان عندها نقص فيتامين سي في الصين وفي اوروبا اللي ما كانوش بياخدوه البرتقال والحاجات دي كان مضاعفاتهم اكتر وكانوا بيموتوا. عشان كده الصين علمتنا ان احنا الناس اللي عندها الكورونا لازم ياخدوا فيتامين سي، ويا ريت الاكل بكميات محترمه. ليه؟ لان فعلا ده بيقلل من الوفيات والمضاعفات، وده كان انجاز عرفناه من هذا الفيروس الجديد. طلع كمان ان هو اهم حاجه اسمها السيروتونين، والسيروتونين ده هرمون السعاده والسرور وموصل عصبي في المخ، وبالتالي بيخليني ما اتوترش اما يبقى عندي المرض او اسمع اخبار وحشه او وفيات وهكذا. هنلاقيه فين؟ الستات عايزين من هذا الفيتامين 95 مللي جرام، والرجاله عايزين 110، ده كل يوم ما اقدرش اخزنه في جسمي، ما اقدرش اصنعه، ما اقدرش اخده متجمد او لا مغلي ولا مسخن، يبقى لازم طازه. الاقيه ازاي؟ كل الفيتامين سي بيبقى احسن حاجه في الجوافه، الجوافه كل 100 جرام جوافه هتديني كنز منه 228 مللي جرام فيتامين سي. الكيوي الاصفر 150، قشر الليمون دي جديده الناس ما يعرفهاش 129 مللي جرام، الكيوي الاخضر 92، الفلفل الملون بالوانه 3 80، البابار 62، الفراوله 60، البرتقال 50، الليمون 40، خلي بالك ده في الاخر، الجرون فروت 39، المانجا 28، اليوسف 26، الطماطم 16، الاناناس 15، البطيخ 10، الموز 5، التفاح 6.
يعني شوف بقى ازاي مع انه تفاح غالي. يبقى دلوقتي اللي عايز فيتامين سي على طول دور على كيوي او جوافه او بقدونس او الكرفس والحاجات الخضراء الورق دي. هتديني كمان مش بس هتديني فيتامين سي، دي هتديني كمان فيتامين الف، وطلع ان فيتامين الف برضه هام جدا ولسه ما حدش يتكلم فيه، لسه الناس اللي هي بتتلخبط في النت والخزعبلات دي لسه مش عارفين فيتامين الف. فيتامين الف مش بس هام للبصر، ده هام جدا للمناعه البقطيه. وفيتامين الف منظمه الصحه العالميه بتديه في الاطفال في افريقيا جنوب الصحراء بتقل وفيات الحصبه والتهاب الرئوي. يبقى ده انجاز، يبقى لازم اللي عنده اي نزلات برد او انفلونزا او اي شبه كورونا خدوا جسد لو سمحتوا. والحمد لله منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه المصريه اصبحت بتؤكد على تناول الجزر للناس اللي عندها الكورونا، ربنا يشفيهم ويحفظهم. بعد كده كمان طلع ان الجزر بيديني 7 مواد من المواد المناعه للسرطان، يبقى جميل جدا. طلع بقى كمان ان الالياف اللي موجوده في كل السلطه وكل الفاكهه بتعمل لي مظله داخل الامعاء تقلل لي من ارتفاع الدهون، وبالتالي ده يفيد المرضى اللي عندهم امراض مزمنه، وارتفاع السكر يفيد برضه المرضى عندهم امراض مزمنه. وكمان بتقلل من الحساسيات وتعمل لي زي الشبكه بتمنع دخول السموم داخل الجسد. فيتامين سي مع فيتامين الف مع فيتامين تاني لازم الناس تعرفه اللي هو حمض الفوليك. حمض الفوليك برضه هتلاقوه في الاشياء الخضراء وفي المكسرات وفي الخميره البيره والحاجات دي. وبرضه في كمان الفيتامين د، فيتامين د اشعه الشمس وكبش الفول السوداني على كل يوم. برضو اسماك زيتيه، البيضه، ده عندنا فيتامين د. وفيتامين د لقيناه في اوروبا ان في وفيات في ايطاليا كانت مرتفعه جدا في الشمال. وما لان كانوا بيخافوا يتعرضوا للشمس، الناس الكبار قاعدين ومش عايزين يطلعوا من بيوتهم. وجدوا بقى في الدول الاسكندنافيه اللي هي النرويج والسنويد والدنمارك والدول دي، وجدوا ان المعدلات بتاعت الوفيات عندهم اقل مع انهم عندهم شمس. وجدوا ان هم بياخدوا فيتامين د عشان هم عارفين ما عندهم الشمس بيعرضوها، بياخدوا كميات محترمه في التناول الوجبات عندهم او بياخدوها مكملات. ففعلا وجد ان في 20 مدينه اوروبيه المدن اللي كانت مرتفعه في معدلات فيتامين د كانت اقل في الوفيات واقل في الاصابات. وتعلمنا درس ثاني، وبرضه مصر عملتها ووفرت 1,000,000 جرعه للاطباء والاطقم الطبيه اللي داخل مستشفيات العزل. ليه؟ لان عشان يحافظوا على مناعتهم، عشان محرومين من اشعه الشمس، وبالتالي مع هذا الفيروس محتاجين فيتامين الف، فيتامين سي، فيتامين د، حمض الفوليك، دول كلهم مع البصل. يا دكتور عشان في حاجات يعني رسائل كتير على الواتساب دلوقتي انه البصل كل يوم بصل علشان الفيروس. وشوفي حضرتك احنا دايما كان زمان بنقول للمرضى تفاحه كل يوم تغنيك عن الطبيب. واحنا هقول لحضرتك كنا بنقول لحضرتك ليه؟ لان فيها المواد ترفع المناعه وفيها ماده اسمها كيوريتيكين بتحسن من اداء الرئه والتفكير العلمي. ودلوقتي احنا بنقول للناس من حوالي 20 سنه بصله كل يوم تغنيك عن الطبيب، وبنقول البصل هو تفاح الفقراء. فانا دايما بوصي الناس اللي عندهم نزلات برد او انفلونزا كورونا غيره خدوا البصل. انا موافق، وانا كل يوم باخد بصله كبيره كلها بقطعها وارميها على اي شيء اكله معاها، رائع جدا مع البقول مع الفول مع اي شيء حطوه، جميل جدا. عندنا اسئله كتير جدا لحضرتك يا دكتور، هستاذنك تخليك معانا نطلع لفاصل صغير بس ونرجع لحضرتك سريعا. اهلا بحضراتكم مره تانية في كلام هوانم، ولسه طبعا معانا دكتور مجدي بدران اللي بيكلمنا عن ازاي نرفع المناعه بتاعتنا. اهلا بحضرتك مره تانية يا دكتور. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. يعني طبعا حضرتك قلت لنا كلام مهم جدا لدرجه ما كنتش عارفه اخرج الفاصل يعني، بس يعني الحاجات دي برضو يا دكتور يعني مهم جدا الناس تاخدها من دلوقتي، الناس اللي هي سليمه ربنا يحفظهم ويعافيهم، وحتى اللي هو الناس اللي هي عندها عزل في البيت. ان اتضح ان 95% من اللي بيعزلوا نفسهم في البيت دلوقتي وبيسمعوا كلامي مش عايز اقول لك 100%. كمان انا عندي حوالي 50 واحد معزولين في البيوت دلوقتي اصدقائي وعندهم كورونا، زي الكل بطمن عليهم كل يوم زي العسل زي العسل، بس يسمعوا كلامي بينفذوا بالنص هم والاسره كلها. وفي بعضهم في 2 منهم، واحد مراته ما جالهاش مع انها تخدمه
والتانية بتخدم جوزها وبتخدم ولادها الاثنين وزي الفل. فمعنى كده اسمعوا الكلام اللي انا بقوله. بص حضرتك كمان الزنك، الزنك ده اهم جدا. سيبوكم من الصيدليات والمشي، يعني احنا عندنا صيدليات طبيعيه جميله جدا. ايه الصيدليات الطبيعيه بتقول لك ايه؟ ان هو موجود في البقول، يبقى الفاصوليا والفول والعدس والبسلة والخبز الاسمر والكبده واللبن والبيض ده فيهم. وكمان كل الاسماك، الاسماك رائعه جدا. نفس كمان في حاجه مهمه جدا في علاقه، بس الاسماك يا دكتور يعني بيتكلموا على انه لا بلاش اسماك دلوقتي علشان خاطر البرد، علشان هي يعني كانت مرتبطه يعني بشكل خاطئ بموضوع البرد ده من زمان. مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ ناس. انا بتاع المناعه بقى، انا مناعه سنة، انا مناعه من سنه 80. أيوة. يعني ما كانش حد في الشرق الاوسط كله بيقول مناعه يعني ايه؟ اكيد. يعني بقى ملهاش علاقه. الزنك كمان، نقص الزنك عشان بس الناس تعرف، يعرقل امتصاص الحمض الفوليك. يعني ايه؟ يبقى احنا لو ما عندناش زنك طب الحساسية عندنا أعلى والمناعة واطية و300 وظيفة المناعة قليلة. كمان لو الزنك، عندما يقل الزنك يقل امتصاص حمض الفوليك، وبرضه الجهاز التنفسي هيشتكي، ونقص حمض الفوليك يؤدي إلى زيادة معدلات الرب والحساسيات. الناس امبارح كانت في حلع، والناس كانت زعلانة بالليل من الخبر بتاع ال91 وفاة. قال لك إزاي الوفيات زادت في مصر؟ طب نفهم بس اللي حصل امبارح إيه؟ بص حضرتك، احنا لو بصينا عشان بس لو سمحتم، الفيروس ده جديد ولازم اللي يتعامل معاه يتعامل معاه بحرفيه، ومفيش داعي لظاهره ابو العريف اللي بيغرقوا الناس وبيزودوا عدد الحالات وبيخلوا الناس تخاف. اول شيء الخوف هيعمل لنا توتر، ما تخافوش من هذا الفيروس، بس اسمعوا الكلام لو سمحتوا، واحنا ما زلنا على ببر الطرق وما على يعني لسه في مفترق الطرق، وممكن نوصل البر الامن ان شاء الله. يا رب. إن شاء لو احنا نظرنا لل91 رقم وفاه بتاعت امبارح، يا ده بعبع، ده حاجه تخوف، احنا هنخاف وهنرتعد. لا مش هنخاف. ليه بقى؟ لان احنا عايزين ننظر للنظر ده على حسب عدد سكان جمهوريه مصر العربيه. احنا عندنا السكان هنا 100 مليون، امريكا حوالي 330 مليون، ثلاث مرات قدنا فيه العدد. أيوة. وفيات امريكا 75 ضعف اعداد مصر. عندهم 117,858 حاله، واحنا عندنا 1575. مش بقول كده عشان الناس تتغر وتبقى عندها استهتار واستهانه، لا، بس بقول لكم احنا الحمد لله ربنا حافظنا، وبرضه مناعه المصريين لسه ربنا يكملها للاخر، والحكومه المصريه ادت ما عليها بامتياز. الحاجه الثانيه، معدل الوفاه، الكلام اللي هقوله ده لم يسمع في جمهوريه مصر العربيه من قبل. الحالات الوفاه اللي في مصر دلوقتي، هل هي عاليه زي ما البعض بيقول؟ بعض المواقع اللي هي الجهله والقنوات الغريبه الاجنبيه بتقول لا. على الثاني، عدد حالات الوفاه في مصر حسب منظمه الصحه العالميه والاحصائيات الحديثه المثبته، وعندي الادله، اقل بكثير من المعدلات العالميه. ليه؟ لانه يبلغ في مصر 15 وفاه لكل مليون من السكان. وما اقدرش اخبي، ما اقدرش اخبي النعوش والكفون، ما اقدرش اخبي فيها. ممكن الارقام تختلف في الاصابات، هقول لك ازاي. ولكن المعدل العالمي لوفيات اليوم 56 حاله من كوكب الارض في كل مليون. بس في امريكا بقى كام؟ 356، في البرازيل 204. الوفيات العالميه حتى هذه اللحظه انا بكلمك 436,218، واحنا قلنا ان امريكا فيهم 117,858. البرازيل متسجله دلوقتي 43,389. تعالي بقى شوفي الاصابات اللي في العالم. طب احنا عضينا، احنا كارثه زي ما بيقولوا، احنا في كارثه؟ لا. ليه؟ لان حتى لو وزاره الصحه تقول لك انا عندي مثلا 40,000 او حتى قالت 100,000، اضرب العدد ده بخمسه. ليه؟ لان 20% او 15% هيروحوا للمستشفيات اللي الدوله هتعرفهم، والباقي 80 85 سيشفون لوحدهم من غير ما انا اعرفهم عشان مناعتهم جيده. خلي بالك بقى، لو انت ضربتي جبتي النسبه بتاعت الوفيات للعدد الكلي اللي انت مش عارفاه، تطلع نسبه بسيطه. ولو شفت الوفيات بالنسبه لعدد السكان، احنا قلنا انها بسيطه واقل من المعدلات العالميه. نسبه الاصابه بفيروس كوفيد 19 في العالم اليوم في هذه اللحظه، البورصه في العالم 1030، يعني كل مليون من سكان كوكب الارض اللي هم 7.5 مليار فيهم 1030 في المليون الواحد. في امريكا النسبه اعلى حاجه في العالم وفي التاريخ 6,535، مع انها دوله عظمى وعندهم علماء امريكان و و و، وتم انهيار المنظومه الصحيه معلش الاستعدادات الصحيه في امريكا ما كانتش على المستوى. البرازيل 4,084، ده كويس جدا. في مصر بقى النسبه بتاعتنا 400
36. طبعا زعلنا، بس طبعا افضل من النسبه العالميه اللي هي ال 1000. اعتقد دلوقتي احنا عايزين الناس تطمن، بس تشجعوا ويدكوا في ايدينا. مطلوب منكم الوعي الاجتماعي يزيد. احمد ربنا انت لسه في بر الامان، احمد ربنا على طول هتعمل لي حاجه اسمها التباعد الاجتماعي بجد، اللي هو التباعد مش معناه انا مش هكلمك، لا معناه ابعد عني. التباعد الجسدي، انا نازل من السياره ابعد عني، نازل في الاسانسير مش عايز اسانسير واحد بس او اثنين، ما تتكلمش في الاسانسير. طلع اللي بيتكلم في الاسانسير بيبقى عنده فرص اكتر نقل العدوى. ممنوع الكلام او الضحك في الاسانسير. اما تيجي تركبوا الاسانسير كل واحد في ظهر الثاني، اثنين كفايه في الاسانسير، واللي يقدر ينزل عليه ينزل. في الشوارع بقى وانت ماشي رايح محلات، ما تدخلش محل فيه زحمه، ما تقفش في طابور فيه زحمه، ما تروحش البنوك اللي فيها زحمه، لو تعمل اونلاين او روح متاخر او بدري الصبح. ولما بعدت على الاخرين عشان تنجو من هذا الفيروس اعتبر ان هو موجود في كل مكان. صح، هو طبعا حلو قوي ان احنا بنطمن المواطنين، لكن طبعا حضرتك بتاكد برضو على الاجراءات انها لازم تكون شديده ولازم كل حد يلتزم بيها. انا مش عايز اوصل لامريكا. ايوه طبعا. طيب برضو يعني فكره الذروه اللي بنتكلم عنها كل يوم والتاني. أيوة. وكل اسبوع والتاني. عشان بس الناس تفهم كلمه ذروه والكلام الكبير اللي بيتقال. وفي بعض اللي في بعض يردد هو مش عارف انت بتقول ايه. أيوة. عارف ذروه يعني ايه؟ يعني انت مش انت بيقول لك مثلا ايه؟ انا سمعت عن الـ مثلا فلان الفلان. يقول لك اشهر من نار على علم. كان زمان ان زمان الناس وهي ماشيه في الجبال يبقوا جعانين، ما فيش مطاعم، فكان الناس الكرماء يولعوا نار فوق الجبل، فقال لك اشهر من نار او النور على علم. أيوة. يبقى العلم ده معناه يبقى الجبل، ده الثروه بتاعتي. هل انا المنحنى بتاعي هو انا عرفت انت حاصل لاعلى جبل؟ مثلا او يعني او الكلام الكبير ده انت يعني المنحنى اعتقد انه لما ينزل نقول ان الاسبوع اللي فات كان الذروه. احنا على وشك الذروه بعد بكره، احنا بعد اسبوعين، طب لا خليها بعد يوم، لا انت مش عارف الذروه امتى هتوصل، وان شاء الله نقهرها. انت كل مواطن فينا ممكن بايده يلعب في المنحنى دلوقتي، ان هو يخلي المنحنى يتفلطح او يتفلطح كده وينزل خالص وينحني ويبقى صفر ونقضي على الفيروس. ما تخلوناش نوصل للجبل اللي فوق.